بسم الله الرحمن الرحيم. لو ذكرت مانشستر سيتي السنتين اللي فاتوا لاي حد بيتفرج على دوري انجليزي هيقول لك ان الفرقه دي بتحب ان هي تلعب كره هجوميه، تكون كره شامله، وتحاول ان هي تطبق فلسفه بيب جوارديولا اللي كان بيكسب بيها كل البطولات مع برشلونه في الفريق، ويحاول ان احنا نلعب كره جميله، ونحاول كمان ان الكره تكون في رجل اللعيبه اغلب الوقت. لو انت بتتفرج على سيتي جديد فالكلام ده رمز خدناه السنه دي ورمناه في البلاعه في الحمام. الحمد لله رب العالمين. اخيرا لما شفنا النهارده السنه اللي فاتت الكلام ده ما جابش نتيجه، بدانا ان احنا والله يا جماعه نغير 4-3-3 بقتش متاحه. لو وجود لعيب زي ديفيد سيلفا في نص الملعب، والله ديفيد كبر والراجل مشي بالفريق ومش عارفين نعوضه، فمحتاجين ان احنا نعمل ايه؟ 4-2-3-1 نلعب بكيفن دي بروين صانع العاب، وكمان نلعب بكاي جاندوجان مركزه الرئيسي بوكس بوكس، والراجل بسم الله ما شاء الله بيحب الوضع ده زي الفل بالنسبه له. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها دفاعيا السيتي كان فريق ضايع جدا، اي مرتده على السيتي معروف ان هي اهداف، معروف خلاص ما فيش خط دفاع، في كده ادرسون وقدامه اثنين خشب. وتمندي الله يحرق ايامه، وكمان كان قدامه فرناندينيو، والتركيبه دي كانت تركيبه من 80 لذينه يعني، ما ربنا لا يعودها بالخير. السنه دي بقى موجود روبن دياز واحد من افضل لعيبه الفريق، وكمان موجود جنبه جون ستونز اللي هو عامل مفاجاه الموسم ده، الراجل جيد جدا، وبعد ما كان ما بين قاب قوسين او ادنى من الرحيل، وكمان وجود جواو كانسيلو مكان كايل ووكر بيديك طعامه كده ان والله يا جماعه عندي باك هجومي بيعرف يهاجم. دفاعيا الراجل برده نوعا ما جيد. والناحيه الثانيه موجود زيلتشينكو، الدنيا بالنسبه لك بتبقى مرتاحه. تخيل كده عدم وجود مندي وعدم وجود كايل ووكر بيفتح النفس والله، وتبص هجوميا للفرقه قدام مفيش رحيم، تحس كده والله ان يا جماعه في ماتش كده شكله حلو، اللعيبه المقرفه ما بقتش موجوده جوه الملعب. طب والله حاجه كويسه، هتقول لي ما رحيم ما كانش جاهز، لو كان جاهز كان لعب، ورحيم اهم لاعب في الفرقه. بص انا ما بحبش رحيم ستيلينج، انا شايف ان رحيم ستيلينج ده بيعمل كل حاجه في الكوره بس ما بيعرفش يجيب جون، واللي ما بيعرفش يجيب جون ده مش جاي يعرفني انا مؤاخذه. ما انت ما تدعليش الكوره السهله وتجيب لي الكوره الصعبه وتقول لي السنه هبقى هداف الدوري. ما شفنا حوار انك بتنافس على هداف السنه اللي فاتت، وفكره ان بيب جوارديولا يقول لك رحيم هو اللي هيكون واحد من هدافين الفريق السنه اللي فاتت في غياب اجوري واصابه اجوري. شفنا ان رحيم كان دونالد خميس كاكا، السنه دي برده نفس الوضع. حتى راجل كيفن دي بروين انتهر منه، يعني كيفن دي بروين كان عنده ثقه ان رحيم ستيلينج هو الوحيد اللي ممكن يقدر يعمل انطلاقات واحنا بنحاول نلعب على المرتدات. السنه دي بس خلاص فقد الامل فيه، كلنا فقدنا الامل في رحيم ستيلينج ان هو ممكن يكون واحد من هدافين الفريق. حتى لما نزل النهارده مفترض انك نازل قدام خصم زي برايتون بيلعب 3-4-2-1 معروف ان انت في 7 لعيبه هيدافعوا، فمحتاج انك ما تطولش الماتش على قد ما تقدر، تحاول تخطف الهدف الاول بدري عشان خاطر الماتش ما يعرفش معاك. حاولنا سكيفن دي بروين حارس المرمى بيتصدى ليه بعد كوره جيده جدا من كاي جاندوجان، ولقينا ان والله يا جماعه مفيش مساحات، بنحاول على قد ما بنقدر مفيش اي مكان كيفن دي بروين يلعب فيه ما بين الخطوط، لان لعيبه برايتون عامله جيم تكتيكي عالي جدا. ففجاه يا جماعه محتاجين حاجات فرديه، حاجات هتيجي من الرياض ناحيه اليمين، هتيجي ناحيه الشمال من فيل فودن، وفيل فودن بيقدر بواحده في الدقيقه 44 يجيب لك الهدف الاول. بعد الهدف الاول قلنا خلاص يا جماعه الدنيا بدات تكون مظبوطه بالنسبه لنا، ننزل الهدف الثاني بقى. لا السيتي السنه دي غير موضوع الهدف الثاني ده، الهدف الثاني مش اولويه، الاولويه بالنسبه لي ان انا ما يجيش فيها جول، وبعد كده احاول اجيب الهدف الثاني، وده شفته في تغيير بيب جوارديولا بتغيير رياض ونزول مكانه جابر جيسوس. جيسوس نزل ناحيه الشمال وودينا ناحيه اليمين في الفضل. في الفورد وجيسوس معروف ان انت كده هتعتمد على المرتدات، وهتعتمد كمان على الانطلاقات اللي هتكون في العمق سواء كيفن دي بروين او كمان هيكون ايكاي جاندوجان. ده معناه ان السيتي قرر ان هو يرجع يدافع في الحاله الدفاعيه، تلبس الطريقه 4-5-1، و4-5-1 خط الدفاع السيتي خط دفاع قوي، خط نص السيتي في الحاله الدفاعيه بيحاول على قد ما يقدروا ان هم يدافعوا كويس، حتى برناردو سيلفا بيحاول ان هو يهدي الدور الدفاعي بتاعه كويس. فدي حاجه تحسب ان والله يا جماعه حوار ان احنا العنطره الفارغه والغرور والغطرسه اللي كان بيب جوارديولا بيتكلم عليها، وده طبعا الفرق الكبيره ان احنا رميناه في العمام. موضوع ان انت غطرسه وجبت الاول وجبت الثاني والثالث، ما عنديش خط هجوم، ما عنديش لعيب مركز 9، وده يحسب عليه بيب جوارديولا اللي دخل المراكات وجاب هاف زي فيران توريس. بس مباراه عدت على خير، مباراه قدرت ان انت تكسب فيها حاجات كتير قوي، قدرت تنط من مركز ثالث مركز سادس لحد مركز ثالث، والفرق ما بينك وبين يونايتد يبقى خطوه كده، مستني يونايتد يتعثر قدام ليفربول، ودي حاجه طبيعيه جدا ان هي تحصل. دينا بالنسبه لك ان انت بقيت رجعت في المنافسه ثاني، وقبل ما ترجع في المنافسه ثاني محتاج انك تشكر كل الناس اللي وصلوك للمكان ده. تمام شكرنا في اللعبه بتاعتنا، شكرنا في روبن، وشكرنا كمان في ستونز، لا محتاجين نشكر ليفربول ونشكر مانشستر ونشكر كمان تشيلسي ونشكر توتنهام ونشكر كل الفرق اللي ساعدتنا ان احنا حتى واحنا بنتعصر وحتى واحنا مش شايفين قدامنا ان هم بعد 17 مباراه يرجعونا كمان للمنافسه، ونلاقي ان احنا لو كسبنا الماتش المؤجل بالنسبه لنا هيبقى الفرق ما بيني وبين المصدر نقطه واحده. شكرا جزيلا لكل الناس اللي وصلونا المكان ده، احنا ما كناش ناويين ننافس بس الله يبارك لكم، انتوا اللي قلتوا عايزين الدوري يبقى سخن، استحملوا بقى.